الدعم السريع لقناة الجزيرة، الذي أكد أن حميدتي يقود المواجهات العسكرية وفق الخطة المجازة سابقا على كل المحاور. كما نشرت الصفحة الرسمية للدعم السريع مقطع فيديو بعنوان قوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري. يظهر في الفيديو عناصر من الدعم السريع داخل أحد القصور مع معداتهم العسكري، كما نشرت فيديوهات لتواجد عناصرها في مطار مروي مؤكدة سيطرتها الكاملة على المطار. يذكر أن تلك المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اندلعت أمس، على الرغم من تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع أيضا محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي أمس حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في آتون الخلاف. وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين قد بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، علما أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت قد طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي 2023 حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا مطلع إبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية. ليكون اليوم هو الثاني في المواجهات العسكرية، واستمرارا لأحداث أمس بين كر وفر بين أبناء البلد الواحد، حمى الله السودان الشقيق وسائر الدول العربية من كل سوء. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية المباشرة والحية عبر قناتكم مباشر 24. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. سعدت وشرفت بالتواجد معكم، أنا رائد حكم، على أمل اللقاء بكم في خدمات إخبارية لاحقة. دمتم في حفظ الله وأمنه، وإلى اللقاء.